رفع الحزب الديمقراطي الأمريكي دعوى قضائية ضد روسيا والحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وموقع ويكيليكس. واتهم الحزب الأطراف الثلاثة بالتآمر للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية. قال الحزب في الدعوى إن كبار المسؤولين في حملة ترامب تآمروا مع الحكومة الروسية ومخابراتها العسكرية لإلحاق الضرر بالمرشحة هيلاري كلينتون وترجيح كفة ترامب في السباق الانتخابي.